المغتربون هم العصب الأساسي للاقتصاد الوطني، ولكل من المغتربين فئة دم لبنانية. تحت هذا العنوان افتتح مؤسس ورئيس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال دكتور نسيف فواز أعمال اللقاء الاغترابي الرابع في الفينيسيا برعاية الرئيس سعد الحريري وحضور حشد كبير من الشخصيات والمغتربين من رجال أعمال ومستثمرين. فواز دعا إلى تأليف الحكومة سريعا للمساهمة في بناء الوطن الأم، متحدثا عن حق الاقتراع والتمثيل النيابي. أن يختار المغتربون اللبنانيون ممثليهم من بلاد الانتشار، لأن إحنا هناك ما بنصوت لشخص ما بنعرفه، بنا ممثلين من المغتربين في بلاد الانتشار، وعلى قاعدة القارات الكونية الست، يعني عندنا ست قارات بدلا من الخمس، أربع نواب عن قارة أمريكا الشمالية، أربعة عن أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا، وأربعة نواب عن أستراليا، أي ما مجموعه 24 نائبا يمثلون 18 مليون لبناني مغترب. بس ما طالبين كتير، 24 على 14 مليون. الوزير جمال الجراح ممثلا راعي الاحتفال الرئيس الحريري قال إن مسيرة الاغتراب بدأت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2003 من البرازيل، وتحدث الجراح عن قطاع الاتصالات والمعلوماتية. جميعنا نعلم أن هذا القطاع هو من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في زيادة الدخل القومي وفي تنمية الاقتصاد وفي خلق فرص عمل في لبنان. من أجل ذلك كانت توجيهات الرئيس سعد الحريري أن نركز على الأسس التي يجب أن يتمتع بها هذا القطاع لكي يكون قادراً على التنمية وقادراً على تفعيل العمل الاقتصادي وقادراً على خلق فرص عمل في لبنان. من أجل ذلك كان التركيز الأول على البنى التحتية، كيف نطور البنى التحتية للقطاع الاتصالات في لبنان. وكان عرض لفيلم حول عمل المجلس، إضافة إلى فيلم عن بيت المغترب اللبناني.